حنستعمل طحين زيرو، واضح انه التاج. هلا اضافات وتخليط انواع حكين سابقا، بنرجع بنحكي لاحقا ان شاء الله. حطوا نص كمية المي بالحد الأدنى من تحت، وحتى ما تعذبنا العجينة وتلم العجينة بسهولة، ونخلي طحين من فوق. هلا هيدي النوعية بالذات ممكن تاخذ لها بال 525 جرام مي، 550. هلا بأرجيكم كيف بنحكم عليها وحاجتها للمي. خلولي الخميرة كميتها أثناء العجن نحكي عنها. هيدي النوعية بالذات من الطحين تتحمل لحد 100 جرام سكر لكيلو طحين، 80 جرام مناسبين سكر. ملح شغلة جرامين ثلاثة لكل كيلو طحين. وهيدي العجينة أنا مثبت فيديو بأعلى صفحتي حاكي عن دورة وطعم وريحة المخبوزات وبلون المخبوزات. ما بدناش نقعد نفصل بهيدا الفيديو. حنضيف الباقي الماء بالتدريج لنحصل على قوام عجينة بين العجينة الناعمة والطرية والعجينة الرخوة شعرة. فحنضيف المي بالتدريج لنحصل على قوام عجينة ناعمة طرية بتاخدي حقها من المي، وتكون جاهزة لنضيف لآخر مكون يلي هو الزيت يلي 30 جرام لكل كيلو طحين. حنحط المي مثل ما شايفين ونستمر بعملية العجن. هلأ كمية الخميرة نحن حطينا 3-4 جرام رغم انه الطقس بارد، ولكن انا لما عم دفي عجينتي بمي سخنة وطاولاتي والواحي عم امن ظروف لكمية الخميرة القليلة تشتغل بحصل على نتيجة. بينما اذا حطيت 10 جرام و15 جرام لكيلو طحين خميرة فورية والطقس بارد والواحي باردين وعجينتي بارد ومكوناتي باردة، بيخلص النهار قبل ما يتكاثروا الخمائر او يجمعوا لي غازات. مثل ما شايفين حنعجن العجينة لحتى نحصل على قوام ناعم متماسك ولكنه طري. شايفين كيف قوامه؟ هلا صارت جاهزة لنضيف الزيت لها. حنضيف شغلة 30 جرام لكل كيلو طحين مثل ما اتفقنا زيت، نوزعهم على وجه العجينة لحتى تبلش العجينة تتقطع وتتشقف وتتناسر إلى قطع متناسرة مثل ما حتشوفوا، ونستمر بعملية العجن لنرجع نعم العجينة وتتماسك من أول وجديد. انتبهوا هلا على قوام العجينة لنحكم عليها ان اخذت حقها، لانه اذا لاحظنا انه ناقصة مي ما حصلنا على القوام اللي هلا حنشوفه بالنعومية والطراوة، وبنفس الوقت منا رخوة مشطشطة. بنقدر نضيف شعرة مي، انتبهوا ما تبالغوا بكمية المي بتعذبنا اثناء الشغل فيها. شايفين قوامها شو ناعم وطري ولكن منا رخوة. بس تحصل على هيدي النتيجة يا محترم، حمي فرنيتك، دفي ألواحك وطاولاتك المستعجل عليهم بدك تشتغل فيهم، وما تنسى المتابعة والإعجاب ومشاركة الفيديو.